أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة عديدة جاءت في معنى اسم الله الأعظم، وما هو اسم الله الأعظم؟ الله أخفاه في أسمائه سبحانه لأجل أن يدعى بأسمائه كلها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا دعوت الله بأسمائه ففيها الاسم الأعظم، مش مثل ليلة القدر في رمضان، هي في ليالي رمضان، فأنت إذا اجتهدت في كل ليالي رمضان صادفت ليلة القدر. مثل ساعة يوم الجمعة، إذا اجتهدت في الدعاء في يوم الجمعة كله صادفت ساعة الإجابة. الله حكيم في إخفاء الاسم الأعظم في أسمائه سبحانه من أجل أن تدعوه بأسمائه ما تيسر لك منها، تجتهد في ذلك ولا تقتصر على اسم واحد. نعم.